معايا الحاجة فتحية. ازيك يا دكتور عمرو؟ الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب. بخير الحمد لله. وحضرتك ده انا طيب؟ بقالي شهر عايزة اتصل بيك مش عارفة. والله كمان. طب انا فرحان ان حضرتك اتصلت بيا. اهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. اتفضل. انا عندي سؤالين لحضرتك. اتفضلي. السؤال الاول، انا ابني كان تعبان وعمل عملية والحمد لله، وكنت نادرة عجلة ذبحه وذبحته والحمد لله. الحمد لله. فرجع دخل تاني المستشفى، فانا قلت يا رب لو هو خرج بسلامة الله انا هبح نفس العجل، بس انا قلتش يعني بنفس القيمه ولا بنفس الشكل، وانا قلت هبح عجل. طيب انا لو ما ذبحتش العجل ده يخوصوهم يبقى حرام عليا؟ لا، عايزه حضرتك تفيدني. حاضر. في ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني. السؤال الاولاني. السؤال الثاني بقى، يعني انا بنت اختي هتاخد علاج كيماوي، عندها الله يبعدنا يا رب مرض السرطان، ربنا يجمع لها بين تمام الاجر والعافيه. عمي برضه عندها مرض السرطان وبتاخد علاج كيماوي. طيب ينفع اديهم من زكاه المال؟ دي مين؟ بنت مين؟ بنت اختي وبنت عمي. حاضر. وبنت عمك. هقول لك حاضر. ينفع اديهم من زكاة المال؟ حاضر، بس خليني اسالك السؤال الاولاني. هو انت مش هتقدري تجيبي عجل خلاص كده؟ يعني انت مش هتقدري تتمكني يبقى عندك تجيبي عجل، ولا انت هتقدري بعد شويه؟ لا انا يا دكتور انا اقدر اجيب وابح، بس انا خايفه من العين. اتمني انا ذبحت مره اولانيه. لا 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 لا، اذبحي مره ثانيه بدل انت نويتي. واذبحي عجل، مش لازم يبقى العجل بمواصفات الكبيره. انا ما حددتش عجل... مواصفات. حاضر. اي عجل هتذبحيه هيحقق النذر بتاعك بدل انت قلت كده. السؤال الثاني، ينفع ان انت تدي الزكاه لاولاد اختك؟ اه ينفع ان انت تديهم الزكاه، وهيكون دوت ان شاء الله باب عظيم جدا جدا من باب الخير والبركه، وان شاء الله يبارك لك ان شاء الله في كل اللي انت بتعمليه.